بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، ملوك الصلاة النهاردة طالعين معاكم معاد استثنائي. احنا معادنا الجمعة معاكم وعودناكم على كده، ولكن هطلعين النهاردة معاد استثنائي لأبطال استثنائيين. معانا ملوك الصلاة، ملوك كرة الطائرة اللي بيلعبوا بطولة أفريقيا في تونس. احنا أصحاب أعلى ألقاب، 11 لقب أفريقي، يجي بعدين الترجي التونسي بأربع ألقاب. إذا إحنا ملوك الصلاة أفريقيا. النادي الأهلي بيلعب النهاردة مباراة مهمة، مباراة قوية في المجموعة مع نادي الترجي التونسي في وسط ملعبه وفي وسط جمهوره. قبل ما نروح للمباراة وتحليلها الفني والتشكيل المتوقع واللاعبين ونجيب لكم لقطات حية من داخل الملعب، أحب أرحب بضيوفي وضيوفكم أبناء النادي الأهلي. الكابتن هاني مصلحي لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ورئيس جهاز كرة الطائرة بأندية وادي دجلة. ازيك يا كابتن؟ نورنا، ان شاء الله يبقى يعني مباراة جيدة حلو عليهم ان شاء الله بإذن الله. ورحب بضيف وضيفكم كابتن وائل العايدي المدير الفني لنادي الجيش واللي حصل منذ أيام على بطولة الدوري العام. منورنا يا كابتن وألف ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك ان شاء الله النهاردة تبقى مباراة كويسة ونقدر نقدم للجمهور ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله نبارك نادي الاهلي ان شاء الله النهارده وفي اخر بطوله باذن الله. ان شاء الله. طيب احب استعرض مع الساده المشاهدين المجموعه. النادي الاهلي وقع في المجموعه ايه او المجموعه الف، وكان بيضم اربع فرق: النادي الاهلي المصري، نادي اهلي ليبي، نادي الترجي التونسي، ونادي فاب الكاميروني. النادي الاهلي لعب اول امبارح مع فاب الكاميروني وكسب 3-0. النهارده تاني والنادي الترجي لاعب الاهلي الليبي وكسب 3-0. النهارده مباراه تعتبر هي على بطوله المجموعه. اهميه المباراه وليه النادي الاهلي لو كسب هيبقى فروق يعني حظوظه اكتر، طبعا هندرس الموضوع ده وهنشوف كل التفاصيل. الفرقه الرابعه طبعا الفاب الكاميروني وخسرت كل مبارياتها، النهارده بيلعبوا مباراه مع الاهلي الليبي ان شاء الله. كابتن هاني، عايزين نروح للمباراه، عايزين الاول نتكلم عن مباراه فاب. خلصت 3-0 للنادي الاهلي اول امس، والمباراة كانت يمكن ماشية من جانب واحد. جانب واحد، أنت شايف المباراة إزاي سريعا قبل ما نروح المباراة؟ يعني هو طبعا الماتش الأولاني هو زي ما أنت قلت هو من جانب واحد، حتى باين من السكور الفرقة واخدة 9 نقط و12 نقطة و13 نقطة، في فرق كبير بين الاثنين الأهلي والفاب الكاميروني. طبعا الأهلي هو رايح للبطولة، طبعا مفيش هدف يعني الثاني بالنسبة له خسارة كعادتنا على طول دايما فريقنا يعني. إحنا بيواجهنا عقبتين رئيسيتين في البطولة. اللي بنلعبهم النهارده دول اهم عقبه اللي هم الترجي والنجم الساحلي التونسي. فهو دلوقتي كل الماتش ده اهميته ترجع ان احنا ما نلعبش النجم الساحلي بدري. يعني هو النجم في المجموعه الرابعه اللي احنا هنعمل كروس معاه. تاني المجموعه دي هيلعب الاول اللي هناك. ومنتظر ان النجم يكون الاول. اكيد يعني لو امور مش طبيعيه هيبقى الاول، فبالتالي ماتش النهارده هم الفرقتين بيلعبوا جامد جدا عشان يبقى طريقهم للنهائي سهل. يعني اللي هيكسب الماتش النهارده اعتبره في النهائي كده خد مني يعني ان شاء الله. يعني من كلام حضرتك واضح ان هو ما فيش يعني حتى الفرق الاخرى في المجموعات الثانيه مش هتبقى بقوه اللي طبعا هو هم الثلاث فرق في يعني في مستوى، وبقيه الفرق طبعا طبعا كل الفرق الماتشات بتبقى جامده وكل حاجه، لكن يعني على ارض الواقع هم الثلاث فرق دول في مستوى والباقي في مستوى ثاني. تمام. طب كابتن وائل، يعني بتشاركنا نفس الراي ان مباراه النهارده اهميتها هنتاهل ان شاء الله، هنتاهل لدور الثمانيه، ولكن اهميتها هو ان نخلي طريقنا اسهل للنهائي. اكيد اكيد ان شاء الله لو مشيت زي ما قال كابتن هاني الامور طبيعيه، والنجم خد اول، هو النجم خلص دلوقتي ماتشين من الثلاث ماتشات ويعتبر في المرتبه الاولى. فلو مشيت الامور طبيعيه النجم هياخد اول المجموعه الرابعه، وبالتالي احنا ربنا كرمنا النهارده هنبقى اول، هنلعب الثاني بتاعت مجموعته. ودي هتسهل لنا كمان المقابله ان شاء الله في الدور بتاع قبل النهائي. كمان بالظبط كده، لان احنا كده هنبعد عن فريق الجزائري اللي هو اول غالبا اول المجموعه الثالثه، هناخد اول مجموعه ثاني اللي هو السويحلي الليبي. يعني مباراه النهارده تعتبر نهائي مبكر. فهي بالظبط كده نهائي مبكر، واللي هيكسب هيبقى طريقه يعني ان شاء الله اسهل نسبيا. لكن زي برضو ما قال كابتن هاني احنا طبعا فريق الاهلي فرقتنا رايحه تلعب على بطوله، اي فرقه بنقابلها لازم نعديها، فسواء ان شاء الله يعني اي سكه ان شاء الله مش تفرق معانا، لكن طبعا لكل ما بتسهل الامور بتبقى في اريحيه اكتر شويه في الوصول للنهائي. طب احنا النهارده عندنا عقبه كبيره يا كابتن، يمكن اتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت وكان معايا كابتن احمد علي وكابتن احمد اللقاني، واتكلمنا عليها: الجمهور. لعبتنا للاسف احنا بقالنا 5 سنين بنلعب الدوري بدون جمهور. انت شايف ده النهارده يعني هيكون ازاي؟ طبعا هيبقى هيحط عامل عبء نفسي لسبب تاني، طبعا ان صاله الترجي كمان صاله صغيره، والترجي في تونس جماهيره زي جماهير الاهلي في مصر بالظبط. فانا تصوري ان الصاله تبقى مليانه على الاخر، كمان ابعاد الملعب قريبه شويه، المدرجات قريبه من الملعب مش زي مثلا صاله الاستاد القاهره عندنا بالظبط. فاعتقد هتحط عبء،
عدم وجود جمهور في الدوري المصري بقالنا حوالي من ساعه 2011، فطبعا هتحط عبء على اللعيبه. لكن احنا طبعا بنراهن على لعيبتنا وعلى خبراتهم اللي هم موجوده عندهم واكتساباتهم والرغبه والحافز اللي اكيد هيبقى عندنا اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. طب كابتن هاني، انت بتتفقنا برايي ان وجود الجمهور مشكله كبيره، وهل عندنا الخبرات الكافيه انها تمتص التوتر العصبي؟ يعني بص، يعني هقول لك على حاجه، يعني انت بتتكلم في النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني بتتكلم ان اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي عارفه ان في اكتر من 100 مليون بني ادم بيشجعها في الوطن العربي. اكيد. والعالم كله طبعا. فيعني انا طبعا هو هنقول ان هم مش واخدين دلوقتي ان هم زي ما جيلنا كنا بنلعب. احنا كل جيلنا كان بيلعب الصاله كلها مقفوله طبعاً. وده كان الطبيعي بتاعنا. هم محرومين من النقطه دي نوعا ما، لكن برضو في التمرينات بيروح لهم جمهور. هم لعيبه الاهلي وان شاء الله ربنا هيوفقهم ويعملوا النتيجه كويسه. احنا بنلعب فرقه كويسه جدا. الفرق بيننا وبينهم ان هم الى حد كبير بقى لهم مده طويله التشكيل اللي هيلعبوا بيه ثابت. يعني هم بقى لهم مثلا 3 4 سنين هم نفس المجموعه اللي بتلعب تقريبا بصانع الالعاب بتاعهم، حافظين بعض ومترابطين. لكن احنا في فرق لينا، في فروق كتير هنتكلم عليها وقتها يعني لصالحنا ان شاء الله هنتكلم فيها ونرجع. بس اروح مع الساده المشاهدين، معانا تقرير مصور عن الفرقه، نشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. مواجهة قوية يخوضها الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم أمام الترجي التونسي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة الأندية الأفريقية، بحثا عن الفوز الثاني على التوالي للبقاء في صدارة المجموعة والوصول للمباراة النهائية للتربع على عرش القارة السمراء. يسعى لاعب الفريق الأحمر بقيادة محمد مصلحي المدير الفني للفوز على الترجي صاحب الأرض والجمهور، وذلك لتسهيل المهمة خلال الأدوار المقبلة من البطولة والتي ينافس الأهلي بقوة على الفوز بلقبها بعدما نجح في الفوز بها من قبل 11 مرة، آخرها كان عام 2015. ويعول مصلحي على نجوم الفريق عبد اللطيف عثمان وأحمد قطب وحسام يوسف وكريم فرج وأحمد سعيد ورسلان ومحمد عبد المنعم وأحمد حمادة وأحمد عبد العال ومحمد عادل وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان وشريف سعيد ومحمد معوض في تحقيق الفوز للمضي خطوة جديدة نحو التأهل لدور الثمانية. كان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق بافيا الكاميروني 3-0، وذلك في أولى مبارياته بالبطولة، بينما فاز الترجي التونسي على الأهلي الليبي بنفس النتيجة. شفنا مع حضراتكم تقرير مصور لتمرينة النهاردة الصباحية قبل المباراة، وشفنا لقطات من مباراة بافيا كاميروني اللي كانت أول أمس وفاز فيها النادي الأهلي. يمكن عايشينكو الأحداث لحظة بلحظة، وإن شاء الله هتشوفوا تغطية خاصة طوال أيام البطولة. أرجع لكابتن وائل. كابتن، إحنا أهم حاجة عندنا في الطايرة اللي بنبتدي منها الهجمة هو الاستقبال. بالظبط. لعيبة الاستقبال النهاردة عندنا عاملين إيه؟ لا، المفروض عندنا اثنين من أحسن المستقبلين في مصر، كابتن محمد عبد المنعم وكابتن محمد معوض، ليبرو منتخب على سنين طويله. استحالتهم يا كابتن؟ اعتقد ان هم واصلين في فورمه كويسه جدا. المحترف الاوكراني على فترات لما بيكون في تركيز وماتشات مهمه يعني اثبت بيبتدي يخش واحده واحده. وعندنا تغييرات طبعا مهمه جدا، عندنا احمد عبد العال مهم جدا في الاستقبال، وعندنا احمد حماده. فلا، اعتقد ان شاء الله باذن الله في موضوع الاستقبال هم يمكن عندهم ارسال كابتن هاني، احنا كنا حللناهم المثال اللي فات كويس قوي لما كنا في افريقيا اللي فاتت. بالظبط، عندهم المعد ارساله فلوتر مزعج شويه. عندهم اسمه ايه يا كابتن؟ اللي هو بن شيخي، مهدي بن شيخي. وهو بالظبط، وهو لعيب خبره
قديم شويه. عندهم برضو اثنين بيلعبوا سيرف سبايك مؤثر الكعبي اللي هو الكروس البصير، اكبر اكتر خبره عندهم في الفريق. بالظبط هو مناظر للمعد، وهو بالظبط بقاله فتره في المنتخب واللي يعتبر الاساسي في المنتخب، ومعاهم طبعا كرموسلي في اربعه برضو سيرف وسبايك مؤثر. فان شاء الله لو عدينا الثلاث سيرفات دولت مسكنا نفسينا قدامهم اعتقد هتدينا اريحيه كتير جدا في الماتش. طب ان شاء الله. طب كابتن الاستقبال، بنروح بقى على الاعداد، احنا اخبارنا ايه؟ هل احنا يعني جاهزين لده؟ عندنا افضل لاعبين في مصر ولا الوضع ازاي؟ طبعا انا كابتن حسام يوسف طبعا بقاله كتير قوي هو البصير الاساسي في الاهلي، داخل دلوقتي على 6 سنين او 7 سنين، خبرته تقل قوي وهو لسه صغير، يعني هو رغم ان هو لسه صغير يعني 25 سنة. كابتن مع حضرتك دلوقتي لقطات حيه، انا اسف لمقاطعه حضرتك، دي لقطات حيه قبل المباراه. لا مش حقيقة، أنا آسف، دي مسجلة، وهم رايحين على أرض الملعب طبعا، وزي ما احنا عارفين المسافة ما بين الملعب والأوتيل حوالي ساعة ونص. دي لقطات مسجلة تاني، أنا برجع أقول لكم دي لقطات مسجلة في رحلة الفريق للملعب. اتفضل يا كابتن. طبعا فحسام خبرته برضه بقت كويسة جدا مع الأهلي والمنتخب، ولعب ماتشات كتير مع كابتن عبد الله طبعا. إنما هناك الحقيقة يعني هو أنا في رأيي أهم نقطة قوة هناك هو المعد بتاعه، هو مهدي بن شيخ. مش لان هو كمان معد كويس قوي، ان هو قائد كويس قوي. هو بيعرف يمسك اللعيبه كويس، هو بيعرف يسيطر عليهم. احنا لعبنا زي ما قلت لحضرتك، لعبنا قدامهم كتير جدا، هو ده انا في رايي هو اهم نقطه، وارساله كويس زي ما قال كابتن وائل. انما بقيه الفرقه هم يعني عايز اقول لك ان هم بقى لهم 5 6 سنين كده بالشكل ده، الكعبي هو مع مهدي بن شيخ في الكروس بصير، الكراموسلي وشكري جويني بيلعبوا في المنتخب. هم يعني بص، هو الترجي والاهلي متشابهين في حاجه كبير جدا، ان هم النسبه الاكبر من لعيبه المنتخب التونسي، والاهلي النسبه الاكبر من لعيبه المنتخب المصري، الجماهيريه يعني هو الاهلي تونس. اهلي تونس، أهلي تونس. بالظبط كده. طب كابتن هنروح لاحمد حسين الناقد الرياضي في تونس، عايزين نرحب بيك وتوصف لنا الاجواء في الملعب يا احمد. اهلا بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. والله يا كابتن احنا وصلنا الملعب يعني في الساعه 2 ونص 3 الا ربع بتوقيت تونس. الفريق مستعد بشكل جيد جدا للمباراه. النهارده الصبح اليوم بدا الساعه 9، اللعيبه تناولوا وجبه الافطار، وبعد كده الكابتن ميدو اداهم راحه شويه، رجعوا بعد كده كان عندهم محاضره فنيه بيتفرجوا فيها بعض لقطات مباريات الترجي التونسي. بعد كده اللعيبه شاورت وجبه الغداء، وتوجهنا الساعه اتحركنا من الفندق الساعه 1:30 لملعب المباراه، زي ما قلت لك وصلنا يعني في ساعه ساعه وربع اول ما وصلنا. طب احمد، الروح المعنويه للفريق عامله ازاي؟ اخبار طمنا على الروح المعنويه، الاعداد النفسي للفرقه عامل ازاي؟ والله كابتن يعني انا من خلال كلامي مع الجهاز الفني كله بدايه من كابتن ميدو وكابتن تامر تايجر ومحمود جمعه واللعيبه كلها، منعم وعبد اللطيف، احمد قطب، احمد سعيد، محمد عادل، وعيسى، كل اللعيبه يعني بلا استثناء كلهم روحهم المعنويه عاليه جدا، في حاله تفاؤل كبيره جدا. يمكن قبل حتى القرعه كان هم اللعيبه بتتمنى او بترغب ان يقع معاها فرقه من فرق تونس، سواء الترجي او النجم الساحلي. ولما القرعه بانت وظهر معانا الترجي في المجموعه، كانوا يعني في حاله كبيره من الروح المعنويه بين لعيبه النادي الاهلي، ان احنا ان شاء الله يعني الفريق يقدر يفوز النهارده ويصعد كاول مجموعته عشان يبعد عن النجم الساحلي في دور الثمانيه. طب احمد، كلمنا عن الجماهير، هل امتلأت الصاله بالجماهير ولا لم تمتلئ حتى الان؟ والله يا كابتن هو حتى الان في مباراه دلوقتي مقامه عن صاله ما بين فريق السويحلي الليبي والنهضه السوداني، والجماهير اللي موجوده حاليا هي جماهير ليبيه، يعني لسه جماهير الترجي ما ظهرتش خالص هنا في الصاله، ولكن في بعض الجماهير الليبيه يعني يقدروا مثلا 200 250 مشجع يعني. احمد حسين شكرا جزيلا ليك، وهنتابعك اثناء سير المباراه طبعا وفي التوقفات عشان توصف لنا اجواء الملعب. شكرا جزيلا يا احمد. ارجع لكابتن وائل، يعني احنا طبعا اتكلمنا عن الاستقبال والاعداد وشفنا نقط قوتنا ونقط قوه الترجي طبعا. طب الشويط عندنا عاملين ايه؟ يعني هي يمكن دي اهم حاجه، دي بقى ايه زي ما بيقولوا اخر مرحله من مراحل الهجمه. اخبارهم عندنا ايه واحنا عندهم ايه؟ وفي نفس الوقت عايزين نتكلم في حائط الصد عندنا وعندهم، الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب احنا برضو احنا قابلنا الترجي السنه اللي فاتت مرتين. من تحليلنا ليهم كان يعني من ضمن النقط اللي اشتغلنا عليها نقط ضعفهم وكانت مهمه جدا لينا في تحقيق المكسب عليهم في الماتشين، قصر قامه المعد. المعد حوالي 196 186 سنتي، ده اللي هو مهدي مهدي على قد ما هو لعيب كويس بس قصير. بالظبط. فانا اعتقد ان هو لو كابتن ميدو قدر ان هو يعني يستغل النقطه ديت، وحسام انه يلعب على قصر البصير، دي هتبقى في نقطه قوه في صالحنا. احنا عندنا ميزه ثانيه، عندنا الاثنين السناتر في وسط الملعب طوال
واطول من بالنسبه للاثنين اللي بيلعبوا اساسي في الـ في الـ في الترابي. عندنا عبو بيتهيألي عندنا عبو وعندنا عبد الرحيم عبو وعندنا محمد عادل الاثنين مترين و17 وهم مترين و2 ومترين و100 تقريبا ومترين تقريبا ممكن في حوالي 10 بالظبط كتير فاعتقد ان احنا لو زي ما حضرتك قلت كده هي عمليه مبنيه على بعض. لو قدرنا ان احنا نظبط اول كوره هيقدر ان احنا نشغل الموجه الاولى اللي هي في الكره السريع نقدر ان احنا نستغل الـ زي ما بيقولوا الادفانتج او نقطه القوه اللي عندنا واحنا نقدر نلعب كمان على دفاع مش منظم هيبقوا مش منظمين مش واقفين مستعدين لل بالظبط هي الفرقه طبعا الترجي فرقه زي ما قال كابتن هاني بقالهم بعض 5 6 سنين لعبوهم اوروبي شويه بمعنى ان هم مش سهل ان انت تنزل فيهم كوره بسهوله ديفنسهم عالي في الملعب بيشتغل على كونتر اتاك كويس جدا وبيعرفوا يتصرفوا في الكوره البايظه ويمكن دوت اللي كان عامل واثر في ماتش السنه اللي فاتت ضد الاهلي دور الثمانيه. حضرتك مع نادي الجيش حصلت على بطوله افريقيا الموسم الماضي الحمد لله احنا كنا بنتنافس على فكره كانت نفس الظروف نفس الظروف كان معانا الترجي عشان كده متفائلين جدا وكانوا قابلناهم في النهائي يعني انتوا في الجيش السنه اللي فاتت قابلتوا نفس الظروف وكان معاكم الترجي في المجموعه وكسبتوهم في المجموعه وطلعتوا الفاينل كسبتوهم في الفاينل ما شاء الله هو النادي الاهلي قابلهم في دور الثمانيه وخرج بالظبط للاسف يعني احنا في المجموعه كانوا هم كسبين 2-0 وكسبنا 3-2 وفي النهائي كسبنا 3-1 وهم لما طلعوا ثاني قابلوا سكه في الاهلي في دور الثمانيه ان شاء الله تبقى يعني فال حسن لينا ان شاء الله يعني انا دايما بتفائل يا كابتن هاني زي ما كان بيقول احمد في احمد حسين كان بيقول في الاتصال بيقول ان لما بتقع معانا فرقه من الفرقه المرشحه ده بيبقى كويس نفس الكلام ده حصل على فكره في بطوله افريقيا للباسكت اللي غطيناها على قناه النادي الاهلي برضه وقع معانا فرقه واثنين مرشحين للبطوله وسهل لنا المشوار هو ده سببه ايه؟ سببه ان بتلاقي اللعيبه من اول يوم في البطوله ركزت ودخلت في المود بتاع البطوله يعني انا لما اكون رايح والاقي المجموعه بتاعتي سهله بتلاقي اللعيبه في بدايه البطوله انا هنكسب الماتشات دي ماتشات سهله تركيز بتلاقي اول ماتش مهم اللي هو دور الثمانيه ممكن يحصل فيه ازمه تلاقي تحصل انما هنا في المجموعه بتلاقي من اول يوم اللعيبه مركزه ولعبتنا انا يعني زي ما قال وائل بص هو الموضوع باختصار كده الفرقتين كبار اللي هيقدر يفرض اسلوبه اللي يكسبه في الماتش هو اللي هيكسب احنا اللي كسبنا ان الاستقبال يطلع كويس عشان لعيبه النص عندنا في منتهى القوه اكتر كتير جدا من الترجي عايزين نلعب سريع كتير فده محتاجين الاستقبال يوصل لحسام لو وصل لحسام ولعبنا سريع الماتش كله اكيد 100% هيبقى المكسب سهل كمان انما هتقابلنا مشكله لو الاستقبال بتاعنا ابتدى يطلع بره التلت يعني ونلعب لعب عالي هم عايزين يوصلونا لده هم بالنسبه لهم السريع مش قوي قوي وما بيعتمدوش عليه كتير هم السريع ما بيعتمدوش عليه كتير يعني طبعا هم جابوا محترف جديد لسه ما شفناهوش اللي هو ادامه ده من النيجر لسه ما شفناش شكله لكن هو زي ما بقول لك كده ستايل لعب الراجل ده هو بيحب يلعب عالي اكتر او الموجه الثانيه اكتر بس مش هجيبه حد وحش يا كابتن خلي بالك يعني طبعا لكن انا يعني انا رايي ان هو ده اسلوب لعبهم هم ان هو بيلعب على طول الكعبي بيحب النجم بتاعه ولعيبه اربعه سواء كرموسلي او شكري جويني الاثنين هم برضو خبره كبيره وبيعرفوا يخلصوا لكن هو مكسبنا برضو ان احنا نستقبل كويس الكره الاولى عشان صح. يبقى عندنا ده وفي نفس الوقت الارسالات بتاعتنا تبقى موجهه صح لان هم في عندهم اعتقد كان لما لعبناهم كان كرموسلي كان استقباله قليل شويه احنا كنا موجهين كل الارسالات عليه لو الارسالات السبايك بتاعتنا مش ماشيه يستحسن ان احنا نعمل سبايك فلوتر موجه عادي ده لا موجه على الاقل الاقل استقبال اصل يبقى تركيز بقى بتركيز احنا رايحين نوديله في الحته اللي احنا عايزينها هو ده نقطه مهمه جدا لان الترجي مش سهل ان هم يخسروا نقط سهل يعني ما حدش فيهم بيشوط في الاول بسهوله ما حدش فيهم بيغلط غلطات لا يعني غلطاتهم قليله جدا يعني مش تركيز احنا لازم يبقى بدراعنا دراعنا ان شاء الله فيعني ربنا يوفقك ان شاء الله كباتن طب هنروح مع بعض ونشوف مع الساده المشاهدين كابتن محمد بصلحي قال ايه على المباراه ونرجع لكم تاني بالنسبه لنادي الترجي بس فريق جماهيري في تونس ويضم العديد من اللعيبه في المنتخب وبالنسبه لوائل هي كانت مفاجاه طبعا ان احنا نقع في مجموعه واحده لكن طبعا هو بالنسبه لنا ان شاء الله اللعيبه تعهدوا ان هم يلعبوا اي حد في اي وقت ان شاء الله ويكونوا عند حسن ظن الجماهير بتاعتهم وان شاء الله اذا كسبنا الماتش دوت باذن الله طريقنا هيكون سهل ان شاء الله للنهائي بالنسبه للجمهور تونس وجمهور الترجي بالذات جمهور كبير جدا وشعبيه طاغيه هنا في تونس انا بالنسبه لنا اللي يقلقني فعلا الجمهور لان احنا تقريبا بقالنا 5 سنين بنلعب من غير جمهور كل ماتشاتنا بدون جمهور
ودي ممثله عامل يعني ايجابي بالنسبه لتونس، وبالنسبه لنا وبالنسبه للعيبتي يمكن من المرات القليله جدا دلوقتي، بقول لك من 5 سنين ما لعبناش، فهي ربنا يسهل ان شاء الله ونخش في اجواء الماتش على طول يعني، خصوصا ان الترجي بقول لك شعبيه طاغيه هنا وفي ملعبه، وطبعا الجمهور مؤثر جدا بالنسبه لنا. كابتن محمد احنا ان شاء الله كلنا ثقه باذن الله في المكسب، كلام في الصميم ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي هيكونوا رجال زي فرقه كره القدم من امبارح اللي طبعا امتعونا وتاهلوا لدوري المجموعات في الوقت اللي كان الوضع صعب وماتش كان صعب، ولكن ولاد النادي الاهلي بيبانوا في المواقف الشديده ان شاء الله هيكون عند حسن ظننا. انا بس عايز استعرض مع حضراتكم سريعا ان النادي الاهلي حصل على البطوله 11 مره، النادي الاهلي هو ملك الصالات المتوج على افريقيا للكره الطائره، والكبات اللي معايا في الاستوديو وكبات مصر شاركوا في حصد الكثير من البطولات دي. النادي الاهلي ليه تاريخ طويل من البطولات، حصلنا على البطوله 11 مره، بدات سنه 1980 1983 1995 96 97 2003 2004 2006 2010 2011 2015 في الوقت اللي النادي الترجي يجي في المركز الثاني كاعلى ثاني فريق حصولا على بطوله افريقيا الابطال سنه 94 و98 و2000 و2014، يعني من 2000 ل 2014 نادي الترجي لم يحصل على البطوله دي غير 2014، والنجم الساحلي فاز من 2001 و2002. فازت الانديه المصريه في مجملها طبعا ب 17 بطوله افريقيه، كان اخرهم السنه اللي فاتت اللي فاز فيها طبعا الفريق نادي الجيش المصري بالبطوله، وفازت تونس ب 15 بطوله افريقيه. اروح لكابتن وائل، يمكن الارقام ما بتكذبش. اكيد الارقام ما بتكذبش وبيجيب التاريخ. يعني النادي الاهلي بيتميز بكتير في اللعبه دي وليه باع وزراع، وحضرتك واحد من اللاعبين اللي كان ليهم يعني دور كبير جدا في ده. انت شايف ان التاريخ بيبقى ليه دور كبير جدا في الحاضر ولا لا؟ اكيد اكيد التاريخ ليه دور كبير، لان الانديه الكبيره دايما بتبني، يعني دايما ما بتبقاش وليده سنه او سنتين، لا دي بتبني تاريخها على مدار يعني مشاركات عديده وبنى في كيان الفرقه. وده يمكن هياخدنا برضو لحته ترتيب المجموعات في البطوله. يعني انا عشان لما يعني ابقى عندي الفريق الترجي ماشي منظم احطه على راس مجموعه، فريق السويحلي كان رابع البطوله اللي فاتت ما كانش فيه اول فرقتين ما كانوش موجودين فهتحط على راس مجموعه، فكان برضو في علامه استفهام على وجود الاهلي في مجموعه ليه ما خدش على راس مجموعه. يعني يمكن ده عشان الترجي قصد ده. والله طبعا اكيد، بس انا اعتقد ان لازم الاتحاد الافريقي يحط مستويات في المشاركه، يعني سواء اول ثاني ثالث. انت حضرتك عارف قدره الناس طبعا، اللي بيحصل مجاملات طبعا لصاحب الارض المستضيف في الحاجات دي، مش مجاملات تحكيميه. انا مع حضرتك طبعا أكيد. يعني أكيد. لكن هي ممكن سبحان الله ممكن تيجي في بالزبط. في مصلحته يعني مصلحتنا وفي ضده ويطلع هو من دور الثمانيه طبعا. طبعا نشوف. طب يا كابتن يعني برضو يعني النجم الساحلي احنا ما نعرفش حاجه عنه قوي، يعني برضو احنا عايزين نحط كل الاحتمالات، يعني احنا ان شاء الله الرياضه طبعا مكسب وخساره زي ما احنا عارفين، ان شاء الله يكون المكسب حليفنا، ولكن يعني في السيناريو ان النجم الساحلي قابلناه في دور الثمانيه، بتهيألي الترجي هيكون افضل كتير من النجم الساحلي. والله اقول لحضرتك حاجه، هو انا شفت ماتش في الدوري في دوري المجموعات للترجي والنجم، كنا على ارض الترجي والنجم كسب 3-1. هو النجم عنده الاوبوزيت الاحتياطي بتاع المنتخب مروان جارسي، ومعاه ليبرو القديم بتاع المنتخب التونسي عنده باع برضه، ومعاه محترف كوبي لعيب كويس قوي، فهو الفرقه ما هي مش وحشه مش وحشه طبعا، لكن حضرتك عارف ان المقابلات المحليه دايما ليها اعتبارات ثانيه، يعني ممكن يكون الماتش دوت بيعرفوا يلعبوا بعض بالظبط كده، بيعرفوا يلعبوا بعض فربنا يسهل. انا عندي ثقه في اولادنا وفي لعيبتنا، واحنا قوام النادي الاهلي وقوام منتخب مصر، ويهمنا جدا جدا ان شاء الله ان احنا اي فريق تونسي لاعبنا، مش عشان حاجه بس هي رياضه وكل حاجه، لكن هو دايما تعرف حضرتك منافسه في افريقيا ما بين مصر وتونس، ومهم جدا. احنا بقى لنا 10 سنين الحمد لله احنا لينا الكعب العالي زي ما بيقولوا، فاتمنى احنا نحافظ على دوت. وبمناسبه طبعا احنا اخر مقابلتين قدام الترجي هم كسبونا السنه اللي فاتت في القاهره، واحنا كسبناهم السنه اللي قبل اللي فاتت في النهائي في تونس. فهي الماتشات رايحه جايه ما بيننا وبين تونس. طب كابتن هاني، انت شايف يعني الكعب العالي لمنتخب مصر في الكره الطائره ده يدينا برضو مؤشر جيد، ونادي الجيش السنه اللي فاتت طبعا حصل على البطوله من نادي الترجي، ده ممكن يدينا مؤشر جيد ان شاء الله نتفائل يعني بالاحسن؟ طبعا بكل تاكيد. ليه؟ لان احنا قلنا ان القوام الاساسي لفريق الترجي هو القوام الاساسي للمنتخب التونسي، نفس الموضوع في النادي الاهلي، فبالتالي هم اللعيبه يعني احنا واخدين ان احنا نكسبهم.
الحمد لله يعني. طبعا ده بقاله يعني من اول لما جيل بتاع احمد صلاح وعبد الله الجيل الجميل ده ومنعم لما ابتدى يطلع ابتدى تفوق تام لمصر على تونس يعني انتهى يعني بقى لنا الحمد لله 10 سنين على كل المجالات يعني حتى لما بنخسر بطوله بنخسرها في انديه بتبقى بطوله انديه وبيبقى بنرجع تاني على طول نرد نكسب احنا اكتر يعني فده طبعا عامل لنا مدينا طبعا ادفانس في الماتش ده طبعا ميزه جامده جدا ف يعني احنا نتمنى ان ما نبصش للتاريخ في الماتش ما نبصش للاسامي في الماتش لا احنا بص الفولي والرياضه كلها اللي بيتعب وبيركز وبينفذ التعليمات المطلوبه منه هو اللي بيكسب لا انا قلت لك الماتش ده ماتش تاكتيك عالي جدا الفرقتين كويسين محترمين جدا وحافظين بعض كل الموضوع مين اللي هينفذ المطلوب منه وازاي يخترق الفريق طب انت حسيت ايه من كلام كابتن محمد مصلحي حسيت ان هو كان مبسوط ان هو هيلعب ماتش جامد زي نفس الكلام اللي قلته حسيت ان هو عايز يلعب ماتش جامد في الاول عشان ما يحصلش معاه زي البطوله اللي فاتت هو الاهلي السنه البطوله اللي فاتت كانت المشكله بتاعته ان المجموعه ما كانش فيها فريق جامد في الاول صدم فلعب في دور اول ماتش لعبه مع الترجي فطبعا مع وجود جماهير فده عمل جماهير مؤيده طبعا جماهير النادي الاهلي جماهير ما هو خد بالك برده النقطه لازم تحطها في اعتبارك لما يكون انا معايا جمهور كتير جدا وبيشجعني فبقى برضه متوتر انا مش عايزهم يبقوا زعلانين في كلتا الحالتين انت متوتر كلتا الحالتين في توتر فهي هنا بقى خبرات اللعيبه بتبتدي تشتغل بقى واللعيبه المميزه اللي هي بتلعب تحت ضغوط تبتدي تظهر واعتقد ان لعيبه الاهلي كلهم كده طب كابتن يعني المنتظر تشكيل النادي الاهلي اللي هيبتدي بيه متوقع ايه؟ يعني انا متوقع طبعا الليبرو معوض بقى له فتره طويله هو الليبرو بتاع النادي الاهلي محمد معوض صانع العاب طبعا حسام يوسف هو صانع العاب برضه ثابت بقى له مده طويله واحمد قطب الكروس بتاعه في مركز اثنين في مركز ثلاثه في عبد الحليم ده ثابت لا غنى عنه عبد الحليم عبده ومعاه نجم الاهلي اطول لاعب في مصر اطول لاعب في افريقيا كلها طبعا 1.17 ما شاء الله وجاله عروض كثيره في حته في كل العالم يعني لعيب مميز جدا وممكن صغير في السن يا كابتن؟ مش صغير يعني 26 27 سنه يعتبر في عزه في عزه بالظبط كده وطبعا هيلعب معايا يا اما محمد عادل نجم اللي انضم لنا جديد او عبد اللطيف عثمان يعني واحد من الاثنين اللي هيلعب معايا اما مركز اربعه هو رسلان المحترف الاوكراني اللي معانا ومعاه محمد عبد المنعم نجم مصر والنادي الاهلي دلوقتي الاثنين دول اللي هيلعبوا في مركز اربعه ده التشكيل المتوقع متوقع. طيب انا برضو عايز استعرض مع الساده المشاهدين سريعا قائمه الفريق سافر ب 14 لاعب حسام يوسف كريم فرج احمد قطب احمد سعيد رسلان اللاعب المحترف محمد عبد المنعم احمد حماده احمد عبد العال عبد اللطيف عثمان ومحمد عادل وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان وشريف سعيد ومحمد معوض يمكن كابتن وائل انت متفق مع كابتن هاني في التشكيل اللي هبتدي بيه ولا ممكن يحصل فيه تغيير في هذا التشكيل في اسم او اثنين اعتقد هو ده التشكيل الامثل واعتقد طبعا وجود برضو عبد اللطيف هيبقى ليه عامل مؤثر ممكن في بعض فترات المباراه كمشاركه اعتقد برضو هو كابتن محمد واخد مع محمد رمضان الليبرو الثالث في النادي الاهلي ممكن ينزل تغييره برضو مؤثره يلعب سيرف ياخد ديفنس في لفات ورا ويساعد في الاستقبال لكن اعتقد دوت التشكيل احمد سعيد ممكن برضو يكون ليه دور في اوقات يريح شويه قطب لكن اعتقد ده التشكيل الاساسي اللي هنبتدي بيه ان شاء الله. طب يا كابتن يعني وجود المحترف رسلان معانا الاوكراني حضرتك شايف ان هو يعني وجوده في هذا المركز هل احنا كنا محتاجين تدعيم لان انا اعرف ان ممكن يبقى معاك اثنين اجانب بيتهيألي ولا هو لازم واحد؟ لا اثنين ممكن يكون اثنين هل كنا محتاجين اجنبي ثاني ولا رسلان كفايه؟ هي بس المشكله ان لوائح الاتحاد الافريقي بتقول في المشاركات الافريقيه لازم يكون لعيب غير افريقي ولاعيب افريقي. سواء بقى امريكا اللاتينيه اوروبا او كده فاعتقد كانت الصعوبه ان انت تلاقي حد من افريقيا في المركز دوت اعتقد ان هو في يعني في ظروف النادي الاهلي المتاحه دوت رسلان يعني حتى اللي هيجي اكيد مش هيكون احسن من اللعيبه المصريين بالظبط يعني كان هيقعد بره يعني كان ممكن يكون تغييره لكن في وجود محمد عبد المنعم وجود احمد عبد العال واحمد حماده لا اعتقد ان هو كان لا كفايه قوي اللعيبه دي يمكن لوائح برضو الطايره تختلف عن السله لان السله في بطوله افريقيا استعان باثنين امريكان بالظبط وكان ليهم دور كبير بس طبعا ان شاء الله وجود يعني كان في زي ما بتقول تدعيم للصفوف اكتر ولكن احنا مش محتاجين له ودي طبعا لقطات مسجله من مباراه الاهلي وبافيا الكاميروني اللي اقيمت اول امس وكان النادي الاهلي فاز ب 3-0 وكانت نتائج المباراه هقولها لكم حالا نتائج المباراه كانت كالاتي
كان الفاز الاهلي طبعا على بافيا الكاميروني الشوط الاول 25-9، الشوط الثاني 25-12، الشوط الثالث 25-13. يمكن تسيد النادي الاهلي الماتش بسهوله جدا، وكانت النتيجه 3-0، ودي لقطات مسجله طبعا يعني خاصه لينا في قناه النادي الاهلي. طب كابتن هاني، احب برضو نعرف حاجه تانية، يعني برضو الساده المشاهدين طبعا اللي قاعدين بيشوفونا مش كلهم فاهمين في الكره الطائره طبعا، امتى المدرب بيلجا للتغيير؟ طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان في تغييرات لازم الناس قبل ما تبتدي المباراه نكون عايشينهم في اجواء المباراه ويكونوا حاسين. امتى المدرب بيلجا للتغيير؟ امتى المدرب، يعني ايه اللي بيدفع المدرب للتغيير غير ان اللاعب غير موفق؟ ايه الاسباب؟ في حاجات كتير. اولا لو اتكلمنا على تغيير صانع العاب مثلا، جميل، في تلاقي في صانع العاب مميز ان هو لعبه سريع شويه، يعني اللعب بيرفع رفع قصير، بيعمل تركيبات كتير، بيبقى حافظ اللعيبه وكده. فممكن انت الفرقه الثانيه تلاقيها فرقه طويله جدا، اللعب القصير او البوش باص او البايب او الحاجات ممكن يكون سهل ان هو يتمسك بالنسبه له. فانا عايز في الوقت ده مثلا صانع العاب بيلعب العاب رفعات واقفه شويه او رفع اطول شويه مناسب، جميل. فممكن ده يتغير، مش نتيجه مش موفق، لا مش لا لان هو نازل عنده عايز حد يغير طريقه اللعب، لان كل صانع لعب بيبقى له كاريزما. ممكن في مركز ثلاثه، مركز ثلاثه بيبقى غالبا بقى يعني بيبقى مفيش لعيب. كابتن عنيزين نقول مركز ثلاثة مهامه ايه يعني برضه؟ خلي بالك مركز ثلاثة مهامه الأساسية يا يعني البلوك حائط صد وضرب سريع، جميل. خلاص لو جينا كل العالم أو كل فرق العالم بتلاقي لعيبة مركز ثلاثة، بتلاقي فيه واحد مميز جدا في الضرب بس بلوكه نسبته أقل شوية، وتلاقي لعيب في الفرقة الواحدة بلوكه كويس جدا بس بيضرب وحش، بس الضرب بتاعه مش مؤثر. خلاص، وفي لعيب متوسط بين الاثنين، يعني متوسط في الاثنين. يعني أنا كمدرب في ماتش انا بلاعب مثلا بلوك طويل جدا قدامي، يعني الثلاثه اللي على الشبكه طوال قدام، فبالتالي انا مش محتاج بلوك، انا محتاج حد شويت. يضرب شويت يقدر يخترق البلوك، هلاعب اللعيب اللي بيخترق البلوك اللي هو ضربه احسن عشان الملعب كله يشتغل واللعيب الطويل الثاني يقف قدامه، فبالتالي هاخد اللعيب اللي هو بيضرب احسن. فده ملهاش دعوه ان اللعيب موفق او لا هو يعني امكانيات اللعيب انا بستغلها على حسب رؤيتي للفريق الثاني. يعني انا دايما المدرب بيبقى هو هيلاعب مين وهيلاعبه ازاي، فهو ممكن خلال الماتش كمان تلاقي ان انت اتفاجئت ان في تغيير في طريقه اللعب هناك، انا اغير انا كمان وابتدي اعمل اللعيبه. ده بالنسبه للعيبه مركز ثلاثة. بالنسبه للعيبه مركز أربعة بتلاقي برضو في كل فرق العالم فريق لاعب ضريب قوي جدا بيضرب اي كوره بايظه بيخلصها، انما استقباله مش قوي. وفي لعيب تاني بتلاقيه استقباله ممتاز بس ضربه قليل شويه، ولعيب متوسط بين الاثنين، يعني تلاقي برضه زي ما قلت لك هو نفس الموضوع. ثلاثة وأربعة مشتركين كتير في نفس المهام والواجبات. لا بس أربعة بقى لعيب اللي هو بيستقبل، ودي يعني أهم مطالب مركز أربعة. هي دي النقطة. يقدر يستقبل. اللي يقدر يستقبل، اللي يخلي الفريق كله يلعب. فبالتالي أنا كمدرب في كل العالم برضه بتلاقي في واحد استقباله جامد جدا، اللي هو استقباله ما يخرش الميه مع الليبرو، اللي يبقوا دول الاثنين اللي شايلين الملعب في الاستقبال. ولعيب أربعة التاني غالبا بيبقى طويل قوي. وبيضرب اي كوره، يعني هو بيستقبل حته مكانه كده وبيضرب بقى مهام الضرب. انا عايزه ضرب اكتر. وفي ماتشات بقى بتحتاج اللي هو متوسط في الاثنين، زي ما بقول لك كده، هو كل مدرب بيشوف الفرقه اللي قدامه محتاجه ايه ويبتدي هو يحط فرقته على الناحيه الثانيه، ازاي ان انا اختار ايه نقط الضعف اللي هناك اخترقها ونقط الضعف اللي بتاعتي اقللها واخبيها واظهر، هو ده المكسب. يعني دلوقتي الفولي الجديد بقى فرق كل الماتشات القويه بتلاقيها فرق نقط، نقطتين ثلاث نقط بكتير جدا. ثلاث نقط بيجوا بالكلام ده، ان انا مركز جدا الفرقه اللي هناك، نقط الضعف اللي هناك استغلها وافضل ضاغط عليها، طول ما في نقط ضعف بجيب نقط افضل شغال عليها، الارسال سبايك بتاعي ماشي افضل العب ارسال سبايك. انما ابتدى يقع الارسال سبايك غير. غير وابتدي العب على اللي استقباله اضعف هناك، وبيجي لنا هناك دلوقتي احنا الفولي دلوقتي في محللين معانا تقنيين طول الماتش بيجي لنا الداتا بتاعت الماتش ماشي ازاي، ابتدي اشوف الفرقه اللي هناك الاستقبال بتاعها للسبايك بقى كويس، خلاص نعمل الفلوتر، الاستقبال بتاعها للفلوتر نلعب سبايك. وعندنا في الاهلي كل اللاعبين المميزات كلها، يعني احنا عندنا ناس بتلعب سبايك جامد جدا، عندنا ناس بتلعب فلوتر كويس، لازم نستغل الكلام ده خلال سير المباراه، وهو ده التركيز اللي محتاجينه من ان شاء الله من ميدو ومن الجهاز اللي معاه، ان هو يشوف الفرقه الثانيه هي ماشيه ازاي واحنا نبتدي نعدل من طريقتنا ليهم ان شاء الله. طب كابتن وائل، تحب تقول برضو عايزين نعرف الناس، يعني كابتن هاني كان بيتكلم عن ضرب، يعني ضربه الارسال مهمه جدا جدا، لان ممكن نخسر منها نقط كتير وممكن نتعب الفرقه اللي قدامنا.
انت شايف النهارده المناسب ايه ولا هنحتاج نلعب الاثنين؟ لا طبعا هنحتاج الاثنين زي ما قلت لحضرتك. احنا محتاجين معلش برضه وضح للساده المشاهدين الفرق بين ده وبين ده. لا وطبعا السيرف السبايك احنا عندنا ثلاث لعيبه مميزين جدا في السبايك سيرف، عندنا احمد قطب، عندنا حسام يوسف المعد اللي هو بيلعب السيرف اللي هو زي بيقولوا بشوطه يعني بيضرب السيرف يرميه لفوق ويشوط عشان بالظبط كده يكون رايح قوي جدا يتعب الفرقه الثانيه في السيرف كانه ضربا على الشبكه بالظبط. ورسلان الكوراني دول ثلاث لعيبه بيلعبوا اللي هو السبايك سيرف يعني. بالنسبه للفلوتر منعم عنده فلوتر وعنده سبايك فلوتر اللي هو سالم موجه يوجهه بالظبط، عبد الحليم عيب موجه ومحمد عادل موجه وعبد اللطيف عثمان موجه. فاحنا عندنا ده وعندنا ده. هي فعلا زي ما قال كابتن هاني بقى طبعا مع خلال سير المباراه هيبتدي تيجي الاحصائيات لكابتن ميدو وهيبتدي الناس تقول له اللي نسب الاستقبال عامله ازاي ومين ممكن. طبعا هو بيحطه في المحاضره هيبتدي الشغل على مين، هيبتدي التكتيك بتاعه ايه، هيضغط على حد معين ولا عاوز الرفع يبقى في اتجاه معين فبيلعب السيرف في اتجاه العكسه. لكن في خلال بقى سير المباراه بتيجي التحليلات بتتوالى وبيبتدي بقى ممكن يعدل من الشغل بتاعه. طب كابتن انت يعني لقيت النادي الاهلي من 10 ايام تقريبا في بطوله الدوري، حضرتك شايف الناحيه البدنيه عامله ايه اللعيبه؟ يعني طمنا برضو حضرتك يعني متابع طبعا عن قرب فرقه الاهلي، شايف الناحيه البدنيه عامله ازاي؟ محتاجين ايه النهارده برضو كبدنيا ان احنا هل نوفر مجهودنا ولا مش فارق لان احنا بكره؟ لا يعني انا شايف هو طبعا النادي الاهلي معاه دكتور الحسن محطه الاحمال، هو كان معانا السنه اللي فاتت واللي قبليها. لا هو راجل ممتاز، اللعيبه واقفه على رجليها. انت عارف حضرتك اصل انت يعني دوري مصري برضو من ضمن عيوبه انت بتلعب ماتش دوري فهو كان ظروف مباراه يعني الاهلي لو لعبنا بعض كذا مره ولا هتعرف مين ممكن يكسب بالظبط كده، فما نقدرش نبني على ماتش واحد. لكن انا شايف ان الناس عندها حماس واللعيبه وعندها بدنيا جاهزين. في اصابات يا كابتن عندنا ولا كل المفروض ده ال 14 لاعب المفروض 14 لاعب اللي هم شاركوا دول المفروض اللي هم كانوا يشاركوا بدون اي اصابات؟ لا الحمد لله اعتقد كل الاصابات. هو كان في اصابتين او ثلاث اصابات في خلال في الدور الثاني بتاع الدوري، كان عبد الحليم عيب وعنده اصابه في الركبه، كان احمد عبد العال عنده سبرين انكل كده التواء في الكاحل خفيف. فلا الناس ابتدت ترجع وابتدت تعالج. كان حسام يوسف في اسماعيليه كان ارتطم كده في كاميرا التصوير وكان عنده مشكله في كدمه جامده في جنبه. لا كل الاصابات دي الحمد لله اعتقد بقى لهم فتره يعني راجعين الملعب تاني ولا لا؟ لا بقى لهم فتره. اعتقد ان شاء الله هيبقى. برضه خد بالك احنا يعني في دم دخول حوالي 5 ايام معسكر في تونس قبل البطوله ده كان مهم جدا لان هو النادي الاهلي ما كانش في الفتره دي محتاج ماتشات الحقيقه. احنا يعني الفرقه محتاجه تجميع وعلاج اخطاء وتطوير في نواحي تكتيكيه اكتر منها ان انت تلعب ماتشات لان انت لسه مخلص دوري بالظبط. فاعتقد ده كان مناسب جدا عشان كمان يخشوا بدري في اجواء البطوله وتعب السفر والكلام ده كله يروح. فلا ان شاء الله هنشوف النهارده ماتش كويس ان شاء الله. طب كابتن بطوله افريقيا اللي احنا بنلعبها دي يا كابتن هاني ان شاء الله هل هي مؤهله لحاجه بعد كده ولا لا؟ والله هي طول عمرها مؤهله لبطوله العالم، لكن انا سمعت مؤخرا يعني مش عارف الموضوع ده ايه عشان كده انا بسال حضرتك يعني ان هو يعني هيخلوا البطوله دي بدعايه يعني لفرق معينه مش ممكن ما يلجاوش لافريقيا واسيا يعني يخلوها للفرق الكبيره في اوروبا ايه السبب يعني المفروض احنا حاجزين مقعد كافريقيا يعني في اي حته هو العالم. هي البطوله دي بطوله العالم الانديه هي بطوله تسويقيه زي الكوره بالظبط يعني هو مش بطوله تنافسيه بالمعنى ده. فبتلاقي الحقيقه يعني بتلاقي في فرقتين في منتهى القوه اللي هي بطل اوروبا وبطل البطوله السنه اللي قبلها يعني بيبقوا فرقتين جامدين جدا وبيبقى في فرق بينهم بين كبير جدا بينهم. فابتدى الاتحاد الدولي طبعا ده ظلم جدا لافريقيا ومش المفروض ان هو يحصل من الاتحاد الدولي، لكن هم بصوا لناحيه واحده ناحيه تسويقيه ان هو عايز الماتشات كلها تبقى قويه وتبقى فيها نفسها يعني عشان البطوله عشان يعرف يسوقها ماديا يعني. يعني مش عارف الدنيا كلها بقت دلوقتي كلها طبعا لان طبعا القنوات بتنقل وتلفزيون وفلوس فطبعا اكيد هم بيدوروا يعني يعلوا مستوى البطوله بس ده ظلم. لكن نتمنى ان الامر ده يتدارك لان خد بالك انا متهيألي هو اقتراح دلوقتي لسه ما اعرفش تم ولا لا. عشان كده انا كنت بس حضرتك لكن عارف انها بتأهل بس كان عندنا برضو اخبار وتقارير بتقول ان ممكن هي في مرحله احتمال. نتمنى ان الدكتور عمرو الالباني طبعا بثقله في الاتحاد الدولي ان هو يضغط على الموضوع ده لان بيبقى مهم جدا لينا والافريقي عموما ان يبقى في ممثل في بطوله العالم دي لان بنشوف مستوى اعتقد ان هو بيبقى اعلى من كاس العالم للدول كمان يعني. انا شفت فرق يعني احنا لما احنا كنا فيها لسه جايين من البطوله دي كنا في البرازيل فرق دينامو كازان والفرقه بتاعت البرازيل
يعني اخو اخو المنتخبات لا اخو المنتخبات بجد لان هم منتقين مجموعه منتخبات وبيحطوهم مع احسن لعيبه في منتخبات بلادها جايبينهم في فرقه طبعا فعلا يعني لا لازم ان شاء الله دكتور عمرو يحاول ان هو يرجع لنا المقعد ده ثاني ان شاء الله. طب ان شاء الله كابتن وائل يعني تتفق معايا انا كنت لسه بقول من يومين برضو ان احنا بنطالب يعني انا بطالب البرنامج من هنا ان يبتدي عوده الجماهير واحده واحده للمدرجات. يمكن انا قلت ان احنا مش بنطالب بعوده الجماهير يعني ماتش جماهيري بيتلعب مثلا اهلي وسبورت مثلا اهلي وزمالك يكون النادي المضيف او النادي صاحب الارض هو صاحب الجمهور على الاقل نبتدي الخطوه دي ما نحطش الجمهورين قدام بعض. ويمكن الباسكت نجح شويه حط عمل الموضوع ده من السنه اللي فاتت ونجح شويه وبعد كده وقفوه لسبب ما. حضرتك مؤيد معايا ان احنا لازم نبتدي بعوده الجماهير ولا لا؟ والله يا كابتن هيثم انا شايف ان الموضوع ده يعني مش مفروض يبقى موضوع نقاش اساسا. احنا جربنا دخول الجماهير في عده مباريات في الصالات والحقيقه كان دخول وخروج غايه في التنظيم والاحترام والاول حقيقه ما اتعملت الرابطات الجماهيريه للناديين الكبار يعني احنا ما شفناش انا عن نفسي يعني في جميع المراحل السنيه الصغيره اللي كانوا بيحضروها او في العاب الصالات مفيش مشاكل ما كانش تحصل اي مشاكل بالعكس يمكن يعني الناس حتى انا كنت بقول الجمهور اختلف هم جايين بيشجعوا الكيان اللي هم بيمثلوه وملوش علاقه حتى بالنتيجه يعني انت ممكن تلاقي الماتش الفرقه خسرانه هم بيخلصوا تشجيع وبيشجعوا فرقتهم وبيمشوا فانا شايف ان طبعا لازم يبقى ليه نظره ثانيه لان مفيش رياضه من غير روح في الملعب يعني اضعف الايمان زي ما بقول لحضرتك يعني احنا مش قادرين ندخل جمهورين قصاد بعض طب دخل الجمهور الاول خدها خطوه خطوه وقلت اقتراح جميل جدا طبعا يعني حتى اعضاء الجمعيه العموميه حتى دخلهم يعني لازم يبقى او اعضاء الـ 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 او المشجعين للفريق المستضيف حضرتك شفت برضو في بطوله افريقيا للباسكت المجموعات التشجيع الكبيره كانت ماليه الصاله ما كانش فيها مشكله جميله طبعا ما كانش فيها مشكله اي هي ده روح وعصب الرياضه هو ده روح وعصب الرياضه انت بتلعب في كيان اصم من غير صوت ما اللعيب مش هيبدع زي بالظبط الممثل على المسرح اذا كانش في جمهور يعني يمتعه هيأدي ازاي لما يبقاش في مسرح معايا في نفس الكلام يا كابتن هاني ولا لا ده بكل تاكيد بص يعني انا عايز اقول لك ان احنا كنت يعني من واحنا صغيرين كده بتبقى بتستنى المباريات الجماهيريه يعني مستني ماتش الاهلي والزمالك مستني مباراه افريقيا وكان الجمهور ساعتها كان معانا مش عايز اقول لك ان كلهم عارفين بيوتنا ويعني ارتباط بالجمهور مرتبطين جدا بالجمهور طبعا بيبقى موضوع جميل جدا وبتحلم بيه بصراحه يعني انت بتحلم ان انت تلاقي الصاله مليانه ويعني كان اللعيب مثلا لو يقدر يطلع 80% لا في الماتشات اللي فيها جماهير بيطلع 120% هو بيبقى الخوف امني شويه ان هو يبقى فيه مشاكل هو في فزاعه محطوطه قدامنا ان الجمهور هيعمل الجمهور هيكسر الموضوع انا شايف ان الموضوع ابسط من كده ونقدر ان احنا نقعد ونعمل الضوابط الامنيه نقدر نعمل ضوابط على النادي نفسه بمنتهى السهوله والله لو جمهورك خرج عن النص انت هتخصم منك نقط بالتالي الجمهور هيبقى احرص الناس على الحفاظ على الماتش صح الموضوع بمنتهى البساطه يعني انا ادخل جمهور الاهلي يخشوا الاثنين قدام بعض لو في جمهور عمل حاجه غلط الماتش ده الاهلي خسران وبعدين دلوقتي ماتش ممكن يخسر البطوله فالجمهور لا يمكن هيخسر نادي بطوله بالظبط فبالتالي هو بياخد المسؤوليه ان هو على عاتقه ان هو يحافظ على الماتش ايه المانع ان احنا نعمل كده يعني انا شايف ان ده حل طبعا انما نفضل حاطين لا الامن لا يعني ايه المشكله في الامن يعني ده البيوت دلوقتي حاطين كاميرات في كل حته ايه مشكله ان الاستاد يتحط فيه كاميرات في الكوره ايه المشكله ان مش عارف بصراحه يعني ان شاء الله يعني هو انا يعني احنا برضو خلي بالك احنا يعني بنطالب بده وشايفين ان ده لان ده في ضرر كبير جدا على الرياضه طبعا ضرر يعني الرياضه ضرر كبير المستوى الفني كمان والمادي لو يعني احنا في الفولي محتاجين جدا يبقى في رعاه للفولي بس مش هيجوا طبعا غير جمهور يعني طبعا النادي الاهلي بكيانه وعظمته ده خارج الموضوع لكن انا بتكلم على الانديه الثانيه محتاجه رعاه تجيلها محتاجه ان الماتشات تتذاع في التلفزيون محتاجه ان الجمهور يروح عشان يشوف فده احنا محتاجينه مش هيحصل بدون جمهور فلازم الامر ده بسرعه على مستوى وزير الشباب والرياضه ووزير الداخليه يوصلوا الحل يعني لازم نوصل لحل ان شاء الله. طب كابتن برضو ارجع بقى للمباراه فنيا يمكن احنا اتكلمنا شويه عن التشكيل اللي هيبتدي عايزين نشوف بقى كل فرقه طبعا بيبقى في التشكيل الاساسي وفي البنش بلايرز ده وفائده والبنش بلايرز دول او لعيبه الصف الثاني طبعا مش معنى الصف الثاني هم اقل فنيا لا يعني بيبقى رؤيه فنيه حضرتك شايف احنا نادي الاهلي الصف الثاني عندنا اخبارنا ايه وخده لي مركز كده يعني حضرتك خد مركز فريق مركزين شوف. وكابتن وائل مركزين مين الاحتياطي وتصنيفهم ازاي احنا لو اتكلمنا في مركز مثلا زي صانع الالعاب حسام يوسف البديل بتاعه هو كريم فرج صانع العاب ممتاز جدا كان بيلعب في منتخب الشباب له خبره كبيره له كاريزما في الملعب فهو لما ينزل الملعب لا هيبقى مفيد مش هيبقى له دور طب هو إيه اللي بيميز كريم
عن حسام او اللي يميز حسام عن كريم؟ اللي يميز حسام طبعا عن كريم ان هو حافظ اللعيبه بتاعت الاهلي اكتر، بقى له مده طويله جدا معاه. كريم لسه جديد على الاهلي، اول سيزون معاهم. حسام اطول في حائط الصد احسن، ارساله اقوى. انما كريم عارف البصيره اللي هم انت تقولي ان هو بصير خبيث كده يعني، فاهم انت يعني؟ هو بص هنا وبص هنا يعني الحاجات دي. ارساله سبايك فلوتر قوي جدا، عنده ارسال سبايك فلوتر قوي جدا. لو احتاجنا ارسال السبايك فلوتر هيبقى هو يعني خيار مهم جدا في الموضوع ده. طيب فدي مميزاته. لو جينا في مركز زي مركز اربعه بقى، هو ده المركز اللي هو بيلعب فيه رسلان ومحمد عبد المنعم. بالظبط ده المركز بقى نتمنى ان هم يكونوا موافقين من اول الماتش لاخره ان شاء الله. انما عندنا بره احمد عبد العال، وده لعيب منتخب مصر سنين طويله. هو جات له اصابه قعدته فتره طويله، هي اللي بعدته عن المال، لكن هو كان من اهم لعيبه مركز اربعه في مصر احمد عبد العال. اعتقد ان هو هيبقى بديل جاهز جدا في حاله ان حد من اللعيبه يعني مش موفق او احتاجنا تغيير طريقه اللعب. رسلان مثلا هو اطول من احمد واقوى، لكن احمد احرف يعني. لو احتجت ان انت لعيب يخلص كوره تاتش، يبقى في الديفنس، محتاجين في الديفنس اكتر، ديفنسر هو اكتر من رسلان. دي مميزات احمد، ان هو يعني لعيب اذكى شويه واستقباله ودفنسه احسن بكتير. فممكن نلجا له طبعا اكيد. فده أكيد. ده بديل مهم في مركز اربعه. وبرده احمد حماده في مركز اربعه يعني لعيب برده قتالي جدا في الملعب وحماسي جدا، ممكن لو احتجنا له ينزل. ده بالنسبه لمركز البصير ومركز اربعه. طب كابتن وائل نشوف برضو رايك ايه بالنسبه، يعني احنا اتكلمنا على مركز صانع الالعاب ومركز اربعه، طب مركز ثلاثه ومركز اثنين والليبرو، يعني برضو قول لنا مين حضرتك تتوقع بالنسبه لمركز ثلاثه لعيبه منتصف الملعب؟ طبعا عندنا ثلاث لعيبه، عندنا اثنين طوال عبد الحليم عيد ومحمد عادل، وعندنا عبد اللطيف عثمان كابتن الفرقه والاكثرهم خبره. زي ما قلت لحضرتك هو زي ما توقعنا يعني ان في حد رابع معاهم في نفس المركز؟ لا هم ثلاثه بس. يعني احنا عندنا ثلاث لاعبين في مركز اربعه. لا اربعه في مركز اربعه. لا انا بتكلم مركز اربعه، اربع لاعبين. اربع لاعبين اللي هم احمد عبد العال، احمد حماده، رسلان المحترف اللاعب الاوكراني، ومحمد عبد المنعم. خامس كمان محمد رمضان، هو متاخد تغيير السيرف واستقبال. محمد رمضان ده مركز ان هو اساسي لنبرو. ليبرو ده يعني نيدو واخده يقدر يستفاد بيه. يبقى محمد رمضان هيبقى يعني يعتبر مع لعيبه اربعه. مع لعيبه اربعه. ماشي. وثلاثة في لعيبة منتصف الملعب. منتصف الملعب عندنا طبعا محمد عادل وعبد اللطيف عثمان كابتن الفرقة. بالظبط. وعندنا عبد الحليم طبعا. طب مركز اثنين عندنا أحمد قطب ده اللي هو الأساسي. طبعا بالظبط. وأحمد قطب على طول بيتبادل المراكز في منتخب مع كابتن أحمد صلاح، وأحمد برضو خد خبرة كبيرة وطويل. طب احنا عندنا مين في الفرقة بقى مع أحمد قطب؟ عندنا أحمد سعيد. أحمد سعيد. أحمد سعيد بالظبط. وهو يعني تغييرة كويسة، أحمد برضو لعيب صغير مجتهد. تغييره ممكن برضه هو السيستم لعبه مختلف عن احمد قطب، في سنه يعني مهاره شويه مهارة. فممكن يبقى بس الخبره شويه رايحه ناحيه طبعا. احمد قطب احمد اطول وخبرته اعلى طبعا واقوى. بالنسبه لليبرو طبعا المركز اللي فاضل محمد معوض طبعا. محمد معوض يمكن كان معايا من المنتخب من 2000 يمكن و5 ما شاء الله، خد خبره كبيره جدا دوليه ومعانا في النادي الاهلي فتره طويله. هو ان محمد رمضان ممكن يساعده في المركز ده، ومعاه لا معاه شريف الحقيقه بقى، هيبقى شريف اللي هو الشريف صغير، وشريف ليبرو مستقبل على فكره. لعيب هايل، واعتقد ان هو حتى رغم ان عدم مشاركته الكبيره السنه دي مع النادي الاهلي كان بيشارك فترات قليله، لكن منضم في المنتخب. لا لعيب مؤثر، انا شايف ان هو فيه ان شاء الله يبقى يعني امتداد لمحمد معوض ان شاء الله يعني. لما طبعا دي لسه بدري محمد معوض برضه يعني، بس هيبقى معاه ان شاء الله. لا هيبقى معاه ان شاء الله، بس هي قصدي اقول لما بيبقى طبعا زي ما كنا بنتكلم البنش بلايرز لما بتبقى جاهزين. فطبعا احنا التشكيل اللي بادئ معانا النهارده ان شاء الله هو حسام يوسف، احمد قطب، رسلان الاوكراني طبعا المحترف، ومعانا محمد عبد المنعم ومحمد معوض ومحمد عادل. ده التشكيل اللي هتبتدي بيه اذن يا كابتن، يعني يمكن خلفنا في اسمين او ثلاثه مظبوط ولا هو هو؟ هو بالظبط. طيب يعني يعني احنا كده زي ما توقعنا هو اللي هيبتدي بيه كابتن محمد مصالحي المباراه. يا رب كل التوفيق ان شاء الله ونقدر يكونوا متوفقين فيه ان شاء الله. طيب ارجع لك يا كابتن هاني، يعني احنا قلنا شويه الاسامي وشفنا البنش بلايرز وشفنا اللعيبه الاساسيين. طيب انا في بطوله كبيره زي دي اكيد حضرتك طبعا شاركت فيها واكيد مع المنتخب ومع النادي وشفت طبعا، هل انا زي الالعاب الجماعيه الثانيه ممكن اوزع مجهود لعيبتي ولا اللي فايق بيلعب؟ يعني معلش خلينا نتكلم بامانه، انا دلوقتي بلعب بطوله تعتبر يعني ماتش بطوله، اللي اكسبه العبه ولا انا المهم عندي ان انا احافظ على الناحيه البدنيه للعيبتي؟ احنا اتفقنا ان البطولات الكبيره بتبقى الفرق اللي قدامنا بنقسمها كاتيجوريز درجات.
الفرق الصف الاول اللي هي المنافس المباشر لينا، وهنا في البطوله دي هنتكلم عن النجم الساحلي والترجي خلاص. لما نيجي نلعب ماتش زي ده السته الاساسيين بيلعبوا الماتش ماشي، ما غيرش حتى ما فكرش ان انا ابص يمين على البنش يعني ماليش علاقه بالبنش يعني انت في الماتش لان الماتشات دي يعني الفرقتين بتبقى قريبين جدا، فمجرد ان في فرقه ماشيه حتى لو في لعيب انت شايف ان هو مش موفق شويه بس السته او في الملعب كله ماشي خلاص ما تلعبش. فدي قاعده يعني حتى في الكره الطايره الحديثه نفس الكلام نفس الكلام طبعا. انت خلاص انت ماشي خليك زي ما انت في الماتشات الكبيره اللي هي ماتش بطوله احنا مصنفين الفرقه اللي قصادنا للفريق من الفئه الاولى، وطبعا الماتش ده مهم جدا زي ما اتفقنا ان الماتش ده طريق للنهائي على طول فبالتالي هو ماتش مهم جدا. فالماتش ده لو السته طب كابتن هاني انا بلغوني من ارض الملعب ان فرقه الاهلي بدات الاحماء تمام، وكمان عندنا الجمهور التونسي ابتدى يدخل الصاله وبدات تمتلئ الصاله عن اخرها. ده متوقع طبعا. فهو في يعني لما نيجي نرجع للسؤال اللي حضرتك سالته في ماتش مهم او ماتش بطوله او ماتش نهائي او قبل النهائي اكسب ولا اللي تكسب بيه تلعب بيه على طول طبعا. انما بقى في ماتشات في المجموعه انت محتاج تجرب الناس اللي معاك ممكن بقى في ماتش في الماتشات المجموعه دي بلاعب لعيب الاقيه عمل حاجه طفره سوبر لقيت ان انا ممكن استفيد منه ابتدي بقى فايق قوي ابتدي العب وبقى استفيد بيه. فانا ممكن في ماتش من ماتشات المجموعه زي ماتش الفياب اللي لعبوه زي الماتش اللي جاي بتاع الاهلي الليبي ممكن لعيب اغير ممكن اغير لعيب او اتنين من بدايه الماتش كمان اغير لان الاهلي نجهزهم ممكن يظهروا بشكل كويس الاقي ان انا ممكن استفيد منهم اكتر من اللي انا حاططهم يكمل عادي. انما في خلال الماتش نفسه ما دام ماشي كويس يبقى لازم تكمل الا لو لقيت بقى في حد وقع منك مهاره من المهارات لا قدر الله يعني اصابه بتاع بتبتدي تغير. ده سيستم ده كل العالم كده يعني كل العالم ماتش مهم لا كمل زي ما انت لان الفولي بقى سريع ايقاعه سريع جدا وممكن في لحظه الحاله البدنيه بقت بتاثر جدا جدا في اداء الفرقه اتحولت يعني بقى في تغيير جذري في الفيتنس بتاع الفولي عموما يعني ما بقاش زي زمان احنا كنا بنعمل تحمل هوائي يعني تحمل هوائي كتير جدا يعني لان الماتش كان ممكن يقعد 3 4 ساعات دلوقتي لا دلوقتي الماتش ملوش لازمه محتاج يعني. محتاج لا محتاج قوه متفجره على طول لازم تبقى لسه عايز اروح لكابتن وائل في الحته دي يعني لسه يعني برضو اصل انا في سؤال غريب عايز اساله. انا كل ما اروح النادي الاهلي الاقي فرقه الطايره بامانه يعني معلش هي الفرقه الوحيده بتتمرن على طول يعني لعيبه ياما في الجيم يا اما رايحين التراك يعني ما شاء الله تمرينهم بالاربع والخمس ساعات يعني انتوا عايزين توصلوا بكده لايه؟ يعني اللعبه برضو ما فيش احتكاك بدني يعني واخد بال حضرتك ازاي؟ بس خمس ست ساعات تمرين في اليوم يعني لا هو زي ما قال كابتن هاني هي مشكله الفولي ان رغم ان المساحه قليله بنلعب دلوقتي يمكن بقينا متوسط اعتقد ساعه ونص في الاداء لكن اللعب صعبه جدا وبنستخدم عضلات كتيره جدا فاحنا بنشتغل ما بين دايما البروتكشن عشان العضلات اللي هي التمارين اللي هي وقائيه عشان الاصابات لا قدر الله او بتشتغل دايما في تحمل قوه على فترات طويله مع قوه المتفجره مميزه بسرعه فبتدينا بنضطر طبعا مع لان انت بنشتغل مثلا عاده في الفرق الكبيره لازم تشتغل على الاقل 3 ايام في الاسبوع تمرينتين بالليل بيبقى دايما نواحي تكتيكيه وسته في سته عشان اكتساب برضو لياقه الجيمات والماتشات والصبح بتحاول تعملها تمارين تخصصيه في مراجعه المهارات مره استقبال مره بلوك بالظبط يمكن عشان كده فعلا بتلاقي ان الفولي شويه قاعدين في الملعب في النادي على طول. طب كباتن لازم اطلع فاصل اعلاني اعزائي المشاهدين هطلع فاصل اعلاني وارجع تاني عشان الحدث الكبير النهارده مباراه الاهلي والترجي في تونس ان شاء الله للكره الطايره. رجعنا لحضراتكم من جديد تغطية مستمرة لمباراة النادي الأهلي ونادي الترجي للكرة الطائرة في بطولة أفريقيا للأبطال المقامة في العاصمة تونس. وطبعا معايا ضيوفي ويعني أعضاء فريق التحليل كابتن هاني مصلحي وكابتن وائل العايدي. يمكن أروح لكابتن هاني حضرتك شايف النهاردة يعني بداية المباراة مهمة يعني إحنا لا قدر الله إذا لم نوفق في أول شوط يعني عندنا ده حاجه تقلقنا ولا ان احنا لازم نمتص الاول يعني زي ما بيقولوا صدمه البدايه؟ لا طبعا اللعيبه الكبار اللي هم موجودين في النادي الاهلي اللي بيمثلونا هم قادرين ان هم يرجعوا في اي وقت للمباراه، يعني هم لو حصل في دروب في اول المباراه يقدروا من الشوط الثاني يرجعوا ثاني للماتش عادي جدا. ودي من مميزات الكره الطايره على فكره ان هو في خلال الماتش غير الباسكت بقى والهاندبول ان النتيجه مستمره على طول، انما احنا عندنا اشواط شوط وانتهى حتى لو انا مش موفق فيه شوط وانتهى حصل حاجه لا نرجع تاني نعدل في التشكيل نعدل في اسلوب اللعب
ونقدر نكسب الشوط الثالث الثاني والثالث والرابع. حتى لو خسرنا شوطين عندنا الثالث والرابع والخامس. وده حصل هنا على فكره في القاهره في ماتش الترجي تحديدا، ان احنا خسرنا اول شوطين وبعدين ربنا وفقنا وقعدنا نعدل من طريقه لعبنا ومن التشكيل بتاعنا وقدرنا نكسب الثلاث اشواط وكسبنا الماتش، وده كان الطريق للنهائي. فبالتالي هي خبرات اللعيبه هنا بتبقى مهمه جدا، ان هم انفعالي كمان. اه طبعا ان هم يعني خلاص شوط يبقى لازم يكون انتهى فعلا، ما يبقاش مأثر معانا في اللي بعده. لكن انا ان شاء الله عندي امل ان الماتش كله يمشي من الاول حلو ان شاء الله، ربنا يسهل. كابتن وائل انت بتأيدنا في نفس الكلام ان البدايه يعني ايا كانت سواء كويسه او غير موفقه، شايف ان ده مش مؤشر او ان احنا لازم ناخد كل شوط. ودي على فكره يا كابتن لقطات حيه من ارض الملعب دلوقتي، حتى الفريقين في ارض الملعب دلوقتي، ودي لقطات حيه وان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. حضرتك شايف البدايه ازاي قبل ما نروح للمباراه؟ لا انا طبعا كمشجع طبعا هقلق جدا يعني، لكن كفني بقى وكده لا ان شاء الله. بس انا اتمنى ان دايما الاهلي ياخد زمام مبادره، ودايما نبقى احنا عاملين في الثمانيه و16 في اثنين تكنيكال تايم اوت، دايما يبقى ان شاء الله عندنا مبادره النقاط ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق. لازم نطلع فاصل يا جماعه وهنرجع بقى ان شاء الله لاحداث المباراه. يا رب يا رب الفوز والنصر للنادي الاهلي، انتظرونا.